نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموية بمحافظة الفيوم مؤتمرا جماهيريا حشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأعلن الجميع دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدين أنهم معه في أي قرار يتخذه لصالح الوطن، وأنهم يعلنون تأييده في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم. وخلال المؤتمر تم استعراض جميع الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية داخل محافظات الجمهورية، خاصة محافظة الفيوم. كلنا شايفين الإنجازات اللي اتحققت على أرض مصر في وجوده. مصر يحيط بها أخطار كثيرة جدا، السبيل الوحيد للوقوف صفا واحدا لكل الشعب مع الجيش مع القيادة السياسية هو أن مصر تعبر عن رأيها بصراحة في أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم. احنا بندعو أهلنا وشعبنا أنه يذهب إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم حبا في مصر وحبا في أرضها وقيادتها. طبعا نتشرف النهاردة أن احنا موجودين في مؤتمر دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا بنقول له أن احنا فداك وفدا مصر ومعاك في الأزمات. أنت كنت معانا في الأول وضحيت بحاجات كتير عشان أمننا وسلامتنا، وبرضو بنقول لك إحنا معاك لمدة جديدة ومش هنسيبك ومش هنداري وشنا عنك وعن مصر. كل ملتف والكل جاي بفرحة عارمة لدعم السيد الرئيس لمواجهة كل التحديات اللي بتواجه مصر واللي بتواجه فخامة الرئيس. فالشعب كله ملتف حوله النهاردة في الفيوم، وجاء من قرى الفيوم بالكامل ليؤكد أن التوعية لدى الشعب المصري موجودة ومستقرة وداعمة للسيد الرئيس في كافة القرارات سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الخارجي. دعم ناتج من القلب، دعم لتأكيد المصريين على أنه الرئيس رئيس وطني ورئيس لكل المصريين، والشعب الفيوم النهاردة جاء ليدعم السيد الرئيس.